caught in the crossfire. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، ورجعنا وياكم يا شباب شرح مهمات الاسبوع السابع من الموسم العاشر. قبل ما نبدأ المقطع يا شباب لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع ويا اصدقائكم، وياب نروح على الار بي طبعا سهران كالعادة لحد الفجر على مود نقل لكم المهمات اول باول، واول ما تنزل نروح على المهام وبعدها بنروح على مهمات التحدي. وعدنا أول مهمة يا شباب، يقول لك استخدم الرمز التعبيري النجم الكبير في منطقة المدرسة مكافأة تصنيف RB. النجم الكبير هذه هي يا شباب، هذه هي النجم الكبير مثل ما تشوفون، هذه هي مكتوب النجم الكبير. تروح تستخدمها بالمدرسة 3 مرات وراح تكمل وياكم هذه المهمة، راح تطلع لكم صورة لخارطة المدرسة أو المكان الموجود بالمدرسة في الخارطة، هي موجودة بخارطة أرنجل. تسويها مرة واحدة وراح تكمل وياك هذه المهمة. المهم اللي بعد يا أصدقائي يقولك اهبط على سطح أي مبنى في سان مارتن 3 مرات. طبعا سان مارتن موجودة بخارطة ميرامار، وراح خليكم مكان الخارطة ومكان المنطقة على الشاشة قدامكم حتى الكل يشوفها. هناك بمجرد ما تنزل بالباراشوت على سطح أي مبنى بهذه المنطقة راح تكمل وياك هذه المهمة، طالب من عندك تسويها 3 مرات. المهم اللي بعد يا صديقي يقولك اقتل 20 عدوا في منطقة القاعدة العسكرية. 20 عدوا مو شرط بجيم واحد، تقدر تسويها بأكثر من جيم. وقادة العسكرية هي المطار، وراح تطلع لكم صورة توضح لكم صورة للخريطة توضح لكم المكان المطار الموجود بخريطة إرنجل. بمجرد ما تقتل 20 عدوا بأي سلاح تريد راح تكمل وياه قادة المهمة، وأذكركم مو شرط بجيم واحد، تقدر تسويها بأكثر من جيم. المهم اللي بعده يا صديقي يقول لك احصل على M24 في 3 مباريات في الوضع الكلاسيكي. بمجرد ما تحصل عليها راح تكمل وياك هذه المهمة. الام 24 كل احنا نعرفها بس هاي للناس اللي ما يعرفوها. نروح على المخزون وبعدها نروح على الاسلحة، وهنا عندنا الام 24 مثل ما تشوفون يا شباب هذه هي قدامكم. بمجرد ما تحصل عليها راح تنحسب لك مرة واحدة، تقدر تنطيها صديقك وترجعها او تقدر تاخذها من صديقك راح تنحسب وياك. بمجرد ما تحصل عليها ب3 قيومة يعني كل جيم تحصل عليها مرة راح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك اقتل 10 أعداء في إرنجل في الوضع الكلاسيكي باستخدام بنادق القنص اليدوي. مثل ما تلاحظون هنا يا شباب طالب من عندكم في الوضع الكلاسيكي، يعني ليس تلعب مود القناصات، تلعب المود الكلاسيكي وبنادق القنص اليدوية. هذه هي يا شباب بنادق القنص اليدوية، نروح على المخزون. هنا هذه بنادق القنص اليدوية مثل ما تشوفون اللي هي الكار ام 24 الاوم. طبعا هذه ما موجوده بإرنجل بس هو ما طالب عندك، طالب من عندك بالوضع الكلاسيكي تقدر تسوي هذه بالصحراء موجوده، تنحسب من ضمن بنادق القنص اليدويه. بمجرد ما تقتل 10 اشخاص راح تكمل وياك هذه المهمه، مو شرط بجيم واحد، تقدر تسويها باكثر من جيم. نرجع وياكم يا شباب نكمل المهمات. المهمة اللي بعدها يا شباب يقول لك صل إلى نهاية ضمن أفضل 3 عدد 3 مرات في الوضع الفريق الكلاسيك. لازم هنا تلعب فريق كلاسيكي يعني سكواد، تلعب وتحصل الأول أو الثاني أو الثالث ب3 مرات، يعني مو شرط يعني متوالية، تقدر مثلا الجيم الأول تفوز تاخذ الأول، الجيم الثاني تخسر بالبداية عادي، تسويها 3 مرات يعني طلب من عندك 3 مرات وراح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك أربح في وضع مباراة كلاسيكية وأنت ترتدي درع تصنيف 3. مثل ما تلاحظون إنه الأسبوع الفات اللي هو الأسبوع السادس طلب من عندنا نلبس خوذة ليفل 3 وتكمل ويانا هذه المهمة. هسه يريد درع ليفل 3، تلبس الدرع ليفل 3 وتفوز بالجيم راح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اقتل 20 عدوا باستعمال الام 16. الام 16 هي الام 16، تقتل بها 20 عدو وراح تكمل وياك هذه المهمة. نروح على المخزون ونروح على الاسلحة ونروح على AR، وهذه هي الام 16 يا شباب مثل ما تشوفوها، تقتل بها 20 عدو وراح تكمل وياك هذه المهمة، مو شرط بجيم واحد، تقدر تسويها باكثر من جيم وتقدر تلعب مود الاركيد لان هو مطالب من عندك. مثل ما تشوفون يا شباب مطلع من عندك مود، تقدر تلعب مود الاركيد وتسوي هذه المهمة، وتقدر تلعب دوا وسكاد والسولو راح تكمل وياك هذه المهمة. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقولك احصل على قنبلة دخانية في 20 مباراة، مثل سالفة الام 24 وسالفة الدرع والخوذة. القنبلة الدخانية تحصل عليها بالجيم مرة واحنا، يعني ما يصير تاخذ 20 قنبلة بجيم واحد، لا
كل جيم تنحسب لك مره واحده، تقدر تاخذ القنبله من صديقك عادي راح تكمل وياك، مهمه سهله وما يحتاج لها اي شرح. المهمه الاخيره يا شباب يقول لك تسبب في اجمالي ضرر 500 لرؤوس الاعداء. هنا بمجرد ما انت تضرب على راس العدو راح ينحسب لك الدمج 500. 500 تحسب لك عادي بجيم او اكثر من جيم، فراح تكمل مثلا الجيم الاول جبت 100، الجيم الثاني جبت 200 وهكذا. بمجرد انت او تقدر تضربه باي مكان بجسمه من يوقع نوك فنشب راسه اضربه براسه وراح تكمل وياك. هذه المهمه اللي هنا يا اصدقائي وصلنا لنهايه المقطع. لا تنسانا من اللايك والسبسكرايب ومشاركه المقطع ويا اصدقائكم. اشوفكم بخير. It's caught in the crossfire.